بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن والاه واتبع هداه وبعد. انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون، معنا قصة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ألا وهي قصة أصحاب السبت. ذكرها الله في سورة الأعراف، فقال ربنا تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قرية كانت على شاطئ البحر، وعلى شاطئ البحر الأحمر، وهي قريبة من الشام، وكانوا من بني إسرائيل، قوم من بني إسرائيل، وكانوا في زمن نبي الله سيدنا داود عليه السلام، وكان عملهم الصيد، يصطادون الأسماك والحيتان. أراد الله تبارك وتعالى أن يختبرهم، وأراد الله تبارك وتعالى أن يبلوهم، هل يصبروا على أمر الله تبارك وتعالى أم يقعوا في معصية الله تبارك وتعالى وفي مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. كيف امتحنهم؟ كيف اختبرهم؟ طبعا المعلوم أن اليهود يوم السبت لا يعملون، فكانت الحيتان والأسماك تأتيهم يوم السبت، وكانت تخرج على الشاطئ بكثرة كثيرة جدا، وفي غير هذه الأيام لا تأتيهم الأسماك، بل كانوا يتعبون جدا في الصيد. فما الذي حدث بعد ذلك؟ انقسمت هذه القرية إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى عصت أمر الله تبارك وتعالى واصطادوا يوم السبت وتحايلوا على أمر الله وتحايلوا على شرع الله. كيف ذلك؟ قالوا نأتي بالأحواض أو بالشباك ونجعلها يوم الجمعة ونتركها يوم السبت كاملة، ونأتي يوم الأحد ونأخذ هذه الحياض أو هذه الشباك التي فيها الأسماك. هذا تحايل على شرع الله تبارك وتعالى وتحايل على أمر الله تبارك وتعالى. الفرقة الثانية انتهت، الله قال الله يقول لا تصطادوا يوم السبت فلا نصيدوا يوم السبت، امتنعوا عن ذلك، بل وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قالوا لهذه الفرقة التي اعتدت على أمر الله تبارك وتعالى أنتم تخالفون أمر الله تبارك وتعالى. هذه الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة سكتت، فلم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، بل لامت هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل ربنا تبارك وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهذه فرقة لامت، لماذا تنصحونهم ولماذا تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ هؤلاء سيعذبهم الله تبارك وتعالى. وإذ بالعذاب يأتي على أهل هذه القرية، تقول ربنا تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نجى الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعاقب الله تبارك وتعالى وعذب الله هؤلاء الذين خلفوا أمره واصطادوا يوم السبت بعذاب بئيس بفسقهم. وهذا العذاب ذكره الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية فقال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله تبارك وتعالى قردة جزاء ما فعلوه وجزاء هذا العصيان وجزاء هذه المخالفة لأوامر الله تبارك وتعالى. أما الفرقة الثالثة التي سكتت ولم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، ماذا كان جزاؤهم؟ الجمهور على أنها نجت مع هؤلاء الذين نجوا، وقيل أن الله تبارك وتعالى عذبها لأنها لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر. ولكن نفوض أمر هذه الفرقة وأمر هذه المجموعة لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى سكت عنهم ولم يذكرهم الله تبارك وتعالى، فنسكت عنهم ونفوض أمرهم لله تبارك وتعالى. نأخذ من هذه القصة عبرة وعظة أننا نبتعد
عن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، ونبتعد عن المحرمات، ونقف عند حدود الله تبارك وتعالى، ولا نتحايل على شرع الله تبارك وتعالى بحيل كثيرة شديدة أو بحيل كبيرة. لا، نقف عند حدود الله تبارك وتعالى، نقف عند الحلال، نقف عند الحرام. الأمر الحرام نبتعد عنه ابتعادا كثيرا جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، إنه سميع قريب. وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.